أتوقع كلنا نقدر نتفق أن فترة الصباح فترة ضيقة، ويدوب الواحد يتجهز ويطلع قبل ما تمسك الزحمات. وطبعا هالشي بيؤدي إلى أنك توقف عند كافي وتأخذ لك قهوة معدونات أو معجنات، وبيكون هذا فطورك. فاليوم بنغير هالشي وبعلمك كيف تسوي وصفات شوفان باردة بتعطيك طاقة ونشاط خلال صباحك، وأحسن شي فيها أنك تقدر تحضرها بشكل مسبق وتصير تأخذها على طريقك وانت رايح للدوام. بس قبل ما نبدأ عط الفيديو لايك، بيساعد عائلتنا الصحية تكبر، وخلونا نبدأ. فأول شيء خلونا نتكلم عن المرطبانات والحافظات لهذا النوع من الوصفات. وشخصيا أفضل المرطبانات الزجاجية أو الميسنجار، وإذا جيتوا تشترون وحدة فأفضل أنكم تختارون النوع اللي يكون الفم حقه وسيع، فهو أسهل في التحريك وأسهل في التنظيف مقارنة باللي فمه ضيق. وبترك لكم رابط تحت في الوصف للنوع اللي استعملته في ذا الفيديو. وبالنسبة للشوفان فممكن تستعملون أي نوع شوفان حبوب كاملة، والنوع اللي عندي هنا أنا طحنه بنفسي في محضر الطعام عشان أخليه ناعم وبودرة، وهالشي يخلي القوام حقه أفضل بالنسبة لي. وطبعا طريقة الشوفان البارد تختلف عن طريقة طبخ الشوفان التقليدية، فالفكرة الأساسية هنا أنك تبغى تحط الشوفان مع الحليب وتخليه ينقع في الثلاجة لمدة كم ساعة لحد ما يتشربه، والنتيجة بتعطيك شوفان كريمي ولذيذ مع القهوة السوداء، بالإضافة إلى أنك تقدر تعدل على هذه الوصفة بشكل لا محدود. فخلونا نبدأ بأول وصفة، وهي عبارة عن الشوفان بجوز الهند والأناناس. ففي المرطبان بنحط شوفان حبوب كاملة وبذور الشيا وزبادي يوناني خالي الدسم وحليب قليل الدسم ومحلي دايت خالي من السعرات، وبنقطع شرايح الأناناس لمكعبات صغيرة وبنضيفها فوق الخليط، بالإضافة إلى ملعقة من جوز الهند المبشور. وبنحرك الخليط زين وبنغطيه وبننقله للثلاجة لمدة 3 ساعات إلى ليلة كاملة. وبعد ما نطلع من الثلاجة بنضيف عليه زيادة قطع أناناس، بالإضافة إلى ملعقة من جوز الهند المبشور. والمكس هذا صيفي ومنعش ويعطيكم إحساس الجلسة على الشاطئ. وبالنسبة لسعراته فهي 345 سعرة، والبروتين 16 جرام، والكربوهيدرات 45 جرام، والدهون 12 جرام. والحين خلوني أوريكم كيف تسوون الشوفان البارد بنكهة اللاتيه. ففي المرطبان بنحط شوفان حبوب كاملة وبذور الشيا وزبادي يوناني خالي الدسم ومحلي دايت خالي من السعرات وحليب قليل الدسم، بالإضافة إلى شوت إسبريسو أو أي قهوة تحبون ومستخلص فانيليا. وبنمكس الخليط زين ومن ثم بنقفله وعلى الثلاجة لمدة 3 ساعات إلى ليلة كاملة. وبعد ما نطلع من الثلاجة راح نضيف عليه قطع من بسكوت الشاهي المكسر، بالإضافة إلى كريمة خفق لايت، وأخيرا رشة قرفة. وذا الوصفة تحديدا من وصفات المفضلة للشوفان، وبتعجب الأشخاص اللي يحتاجون إلى جرعة كافيين زايدة. وبالنسبة للسعرات فسعراتها 302 سعرة، والبروتين 16 جرام، والكربوهيدرات 41 جرام، وأما الدهون 9 جرام. طيب خلونا نسوي طريقة الشوفان البارد بنكهة التوت الأحمر والأزرق. ففي المرطبان بنحط شوفان حبوب كاملة وبذور شيا وحليب قليل الدسم وزبادي يوناني خالي الدسم ومحلي دايت خالي من السعرات، وبنحرك كل شيء زين وعلى الثلاجة لمدة 3 ساعات إلى 12 ساعة. وبعد ما نطلعه بنضيف عليه كمية من التوت الأحمر أو الأزرق، بالإضافة إلى عين جمل، وبنصب فوقه عسل. وذا الوصفة فاخرة بمعنى الكلمة. وأما سعراتها فهي 290 سعرة، والبروتين 15 جرام، والكربوهيدرات 38 جرام، وأما الدهون 9 جرام. طيب تعالوا نسوي وصفة الشوفان البارد بنكهة الموز والقرفة. ففي المرطبان بنحط شوفان حبوب كاملة وبذور الشيا وبنهرس موزة بالشوكة وبنضيفها للخليط، وبنحط فوقها قرفة وفوقهم زبادي يوناني خالي الدسم وحليب قليل الدسم ومحلي دايت خالي من السعرات، وبنمكس كل شيء زين وعلى الثلاجة لمدة 3 ساعات إلى 12 ساعة. وبعد ما نطلعه بنضيف عليه شرايح موز وبيكان مكسر ورشة قرفة، وبكذا صار جاهز. وذا الوصفة مثالية كبري ورك اوت لأن الكارب فيها عالي. وبالنسبة لسعراتها فهي 402 سعرة، والبروتين 17 جرام، والكربوهيدرات 67 جرام، والدهون 9 جرام. طيب خلونا نسوي وصفة الشوفان بالشوكولاتة والجرانولا. ففي المرطبان بنحط شوفان حبوب كاملة وبذور الشيا وكاكاو بودرة وزبادي يوناني ومحلي دايت خالي من السعرات وحليب قليل الدسم، وبنحرك الخليط زين وبننقله للثلاجة لمدة 3 ساعات إلى ليلة كاملة. وبعد ما نطلع من الثلاجة بنضيف عليه جرانولا بنكهة الشوكولاتة أو حتى كورنفليكس بالشوكولاتة بعد ينفع، بالإضافة إلى حبيبات شوكليت، وبكذا صار جاهز. والوصفة ذي فيها قرمشة وأكشن ولذيذة مرة. وبالنسبة للسعرات فهي 308 سعرات للحصة، بالإضافة إلى أن البروتين 15 جرام، والكربوهيدرات 39 جرام، وأما الدهون 9 جرام. طيب لا يزال فيني حيل أسوي لكم وصفة زيادة، وموفر آخر وصفة في المنيو اليوم لأفضل وصفة، وهي طبعا طريقة الشوفان البارد بالمربى والفول السوداني.
ففي المرطبان بنحط مربى فراولة قليل بالسكر وشوفان حبوب كاملة وبذور الشيا وحليب قليل الدسم وزبادي يوناني خالي الدسم وبودرة فول سوداني بتعطينا بروتين زيادة بدهون أقل. وبنحرك كل شيء زين وعلى الثلاجة لمدة 3 ساعات إلى 12 ساعة، وبعد ما نطلعه بنضيف طبقة مربى زيادة وقطع توت وشرايح لوز، وبكذا وصفتنا صارت جاهزة. وطبعاً النكهة الأساسية فيها ذكركم بساندوتش الفول السوداني بالمربى. وبالنسبة لسعراتها فهي 437 سعرة، والبروتين 25 جرام، والكربوهيدرات 65 جرام، وأما الدهون 11 جرام. وكل الوصفات اللي شفتوها اليوم تقدرون تجهزونها بشكل مسبق في الويكند وتحفظونها في الثلاجة وبتظل لكم 5 أيام فريش. وبالمناسبة ذي الوصفات كلها تعمدت أني ما أستخدم بودرة البروتين لأني عارف أنها مو متوفرة عند الكل، لذلك استبدلتها بالزبادي اليوناني لأنه أسهل في الحصول عليه. أتمنى أن وصفات الشوفان البارد حقتنا اليوم أعجبتكم، واكتبوا لي في التعليقات وش أكثر وصفة تحمستوا تجربونها، ولا تنسون تشيكون على كتاب الوصفات الصحية حقي، بترك لكم الرابط تحت في الوصف. ولو حابين تعرفون كيف تسوون الدجاج بكريمة الثوم والبرميزان فشوفوا هذا المقطع.